ألم رأس المعدة هو الألم أو عدم الارتياح الذي يصيب منطقة أسفل الأضلاع أو أعلى البطن، ويواجه جميعنا تقريباً آلام البطن من حين إلى آخر، وعادة لا يكون هذا مدعاة للقلق، فهي تختفي من تلقاء نفسها لدى معظم الناس. ولكن يمكن أن يكون ألم المعدة في بعض الأحيان من أعراض شيء خطير، وإذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى أو استمرت في العودة، فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب. فما هي أسباب ألم رأس المعدة؟ ومتى عليك مراجعة الطبيب؟ هناك العديد من الأسباب التي تترتب على المعاناة من ألم رأس المعدة، وهذه أهمها. أولاً، عسر الهضم. عادة ما يحدث عسر الهضم بعد الأكل، فعندما يأكل المصاب شيئاً ما تنتج المعدة حمضاً لهضم الطعام، وفي بعض الأحيان يمكن لهذا الحمض أن يهيج بطانة الجهاز الهضمي ويعيق عملية الهضم الطبيعية. ويمكن أن يؤدي عسر الهضم إلى حدوث بعض الأعراض إضافة إلى ألم المعدة، ونذكر من هذه الأعراض الانتفاخ، التجشؤ، الشعور بالامتلاء حتى مع قلة الطعام المتناول، والغثيان. ثانياً، الارتجاع المعدي المريئي. يحصل الارتجاع المعدي المريئي عادة عندما تتراكم عصارات المعدة الهاضمة في المريء، مما يسبب ألما في رأس المعدة وحرقة في المعدة والحلق. وهذه بعض الأعراض التي قد تترافق مع ارتجاع المعدة المريئي: عسر الهضم، وكحة مستمرة، وشعور حمضي أو يشبه القيء في الفم، وآلام في الصدر، وبحة في الصوت. ثالثا، التهاب المعدة. يحدث التهاب المعدة نتيجة التهاب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، وذلك بسبب التعرض لعدوى بكتيريا، أو نتيجة وجود اضطراب في جهاز المناعة، أو بسبب حدوث تلف مستمر في المعدة. التهاب المعدة قد يكون التهابا حادا يستمر لفترة قصيرة من الزمن، أو التهابا مزمنا يستمر لعدة سنوات إذا ما لم يحصل المصاب على العلاج اللازم. وقد تظهر على الشخص المصاب بالتهاب المعدة عدة أعراض أخرى بالإضافة إلى ألم المعدة، ومن أبرز هذه الأعراض الغثيان، التقيؤ بحيث يكون شكل القيء يشبه القهوة أو يحتوي على الدم، اسوداد لون البراز. رابعا، الحمل. في كثير من الأحيان تشعر المرأة الحامل بألم خفيف في رأس المعدة، ويحدث ذلك في العادة نتيجة ارتداد أحماض المعدة والضغط الذي يسببه تمدد الرحم على البطن، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في مستوى الهرمونات التي من الممكن أن تؤثر في أحماض المعدة. خامسا، مرض حساسية القمح. تعرف حساسية القمح على أنها اضطراب في المناعة الذاتية، حيث يؤدي تناول الجلوتين الموجود في حبوب القمح إلى مهاجمة الجهاز المناعي للأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة. ينصح بمراجعة الطبيب فوراً عند الشعور بألم رأس المعدة، أو إذا أصبح هذا الألم شديداً وحاداً لدرجة تعيق ممارسة الأنشطة العادية في حياة الشخص اليومية. ويجب الذهاب إلى الطوارئ بشكل فوري عند ظهور أي من الأعراض الآتية: مشاكل في التنفس أو البلع، القيء الدموي، الحمى والإغماء، آلام في الصدر، الدم في البراز، الغثيان والإسهال والتقيؤ المستمر لمدة تتجاوز 24 ساعة. في النهاية، يعتمد علاج ألم رأس المعدة بشكل أساسي على السبب الدقيق الذي أدى إلى حدوث هذه الحالة. ومن المهم التمييز بين الآلام التي تحدث لأسباب طفيفة مثل عسر الهضم، وبين تلك التي تنتج عن أسباب أكثر خطورة كالالتهابات وقرحة المعدة. وعند زيارة الطبيب يتم تشخيص سبب ألم رأس المعدة بصورة دقيقة. وفي حال معاناة الشخص من هذا الألم كأحد الآثار الجانبية لتناول نوع معين من الأدوية، فهنا قد يقلل الطبيب من جرعة الدواء أو يغيره لدواء آخر.